السلام عليكم. إسرائيل تحذر رعاياها من هجمات إيرانية محتملة في الخارج. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين من احتمال تعرضهم لهجمات إرهابية خلال سفرهم خارج البلاد أثناء عطلة الأعياد اليهودية. وقال المجلس في بيان إنه على مدى العامين الماضيين كثفت إيران ووكلائها محاولاتهم لهجمات ضد الإسرائيليين في الخارج، ومن أبرز هذه المحاولات كانت في تركيا في يوليو 2022، معبرا عن اعتقاده بأن إيران ستواصل جهودها لمهاجمة أهداف إسرائيلية حول العالم في دول قريبة من إيران وفي أوروبا الغربية. وأشار البيان إلى أن الجهاد العالمي والمنظمات الإسلامية الراديكالية وخاصة تنظيم داعش وأنصاره ما زالوا متحفزون بشدة في هجومهم لتنفيذ هجمات بما في ذلك ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في بلدان مختلفة. وتدعم ذلك التصريحات العلنية لزعماء المنظمات التي تدعو إلى شن هجمات على الإسرائيليين واليهود، لافتا إلى أن هذه المنظمات لديها بنية تحتية وتنشيط في الشرق الأوسط خاصة في شمال سيناء وإفريقيا وآسيا، هذا بالإضافة إلى نشاطها غير النظامي في دول أخرى. ودعا المجلس أولئك الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة الخارج إلى التحقق من حالة تحذيرات السفر إلى وجهاتهم المتوقعة قبل شراء تذكيراتهم. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.